السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة طبخ ليلى. ان شاء الله اليوم غادي نقدم لكم واحد الكيكه نزولا على طلب بزاف الاخوات اللي طلبوها مني، وبالاخص واحد الاخت اللي قالت لك بغيتها ضروري هذا الاسبوع. انا لبيت لك الطلب ديالك اختي، كنتمنى انك تجربيها وتنجح معك وتتبعي الاسرار ديال نجاح الكيكه بالتفصيل الممل. المهم خليكم تابعوا معي المكونات، ما تديوش على الصوت ديالي راه ضاربني البرد. المهم هاد الكيكه هادي راه كتجي تماما بحال اللي كتباع في المحلبات، يعني هشيشه بزاف خفيفه وكذلك سهله، مكونات بسيط وبحجم كبير يعني عائلي. نخليكم تابعوا معايا هاد الكيكه هادي. غادي نبداو على بركه الله بالمكونات ديال هاد الكيكه هادي اللي غادي نحتاج فيها. عندي هنا 5 ديال البيضات، عندي فاني، 3 ديال الساشيات ديال خميره الحلويات كل وحده فيها 8 غرام، عندي 10 ديال الحامضه، ياغورت. من الافضل الا كان عندكم ياغورت بنكهه الفاني اولا طبيعي، انا متوفرش عندي، درتو ديال المونك، نتوما ممكن ديروا اي نكهه بغيتوها. عندي هنا كاس ونص ديال السكر سنيده، ممكن تخليو غير كاس الا بغيتو الحلاوه تجي ناقصه، كاس ديال الحليب، كاس ديال الزيت، عبيسه ديال الملحه، ومعلقه كبيره ديال الخل، زائد ثلاثه الكيسان دائما بكاس العبار بكاس العنبة، ثلاثه الكيسان ديال الدقيق. ندوز دابا لطريقه التحضير. غادي نبداو على بركه الله. هنا خديت الخلاط الكهربائي، غادي نهرس فيه 5 ديال البيضات، ضروري البيض يكون بحرارة المطبخ. بسم الله. بالنسبة لواحد الأخت اللي قالت لي من الأفضل أنك تأخذ البيض وتهرسيه في شي زلافة تحطيها هكا، حيت شي مرة لقاتو خاسر وخسر ليها الخليط كامل. أختي قبل ما تديري البيض يعني ضروري كتغسليه، كتاخديه كديريه في واحد السلافة فيها الماء اللي هبطت لتحت، يعني راها مزيانه، اللي طلعت لفوق من الماء راها خاسره. صافي انا دابا درت 5 ديال البيضات. هاد الكيكه هادي راه كتجي خفيفه وخصيصه لواحد الاخت اللي طلبتها مني. كنزيد واحد كاس ونص ديال السكر سنيده، غادي نزيد كاس، درت النص دابا غادي نزيد كاس، دائما كاس بالعبار ديال العنبه. غادي نزيد واحد فاني، وغادي نطحن كل شيء مزيان. صافي دابا من بعد ما تخلط، نتوما ما يحتاجش انكم توقفوا الماكينه، يعني تخليوها خدامه، في نفس الوقت تضيفوا الزيت، كاس الزيت يكون عامر. غادي نعاود نطحن مزيان. غادي نضيف كاس ديال الحليب، على بالك نخليه يطحن غير واحد دقيقه وكنحيد ماشي بزاف. غادي نضيف ياغورت، غادي نحك شويه ديال، ولا بلا ما نحكها حيت غادي ندير هاد الطحن، غادي غير نقطع هاد شويه ديال عشره الحامض الفوقانيه، نحاول ما نوصلش للبيض. شفتوا الصن غادي يطحن. بالنسبه لهاد الكيكه راه ساهله بزاف، ودغيا كتحضر ما كتاخذش الوقت كثير، يعني كطحنوا كلشي في مره وكتدخلوها للفران. الفران كيف عودتكم في الكيكات ديالي انني ما كنسخنوش من قبل، يعني مباشره كندخلوا كندخل الكيكه كنشعل الفران. غادي نزيد واحد القبيصه ديال الملحه
وواحد معلقه تقريبا كبيره ديال الخل اولا جوج صغار. هاد الخل راه كيساعد الكيكه بزاف، غير جربوه وغادي تشوفوا. وما تديوش عليا راه البرد ضاربني هالكني 3 ايام وانا ما نايضاش بيه. الله اليوم عاد باش نتصور لكم وما انا غادي نكمل معكم ونرجع. صافي دابا راه طحن كلشي مزيان، غادي نخوي في هاد البانيو هذا. بسم الله، نتوما داك القشرة ديال الحامض راه كاملة طحنات. دابا بقى لي الدقيق وثلاثة ديال الخمارات، هما غادي نبدا على بركة الله. ضروري نهربلوه، كنضيف في الكاس الأول وغادي نخلط. بالنسبة للدقيق والخمارات دائما كنضيفوهم بأي كيكة على ثلاثة المرات. غادي نمشي نضيف الكاس الثاني، الكاس الثاني كيسان راه كنكون معمراهم. غادي نضيف كذلك خمارات، كنضيفهم دابا في الكاس الثاني على قبل حيت هما حتى هما تيطحلوا الكيكه، يعني باش نشوف واش غادي ندير كاس الكاس الثالث كامل او لا. لا غادي نضيف الساشيه الثانيه، انا هاد الكيكه راه كلشي كبيره تبارك الله، يعني كيكه عائليه. ممكن انكم تصيبوها بحال الكيكات، راه ممكن تصيبوهم وتقطعوهم مثلثات او مربعات على حسب المول اللي درتو فيه، وتدخلوهم يعني تحتفظوا بهم في واحد العلبه اللي كتسد مزيان وديروهم في المجمد. وقت ما احتاجيتو جاو عندكم الضياف او وليداتكم بغاو كيكه، كتجبدوها وتخليوها تطلع بلا ما تسخنوها بلا والو، تخليوها تطلع صافي راه كيكه عندكم. ان شاء الله الا بغيتوني ندير لكم واحد الروتين اللي يكون يعني خاص بالاشنو ممكن نوجد في البدايه ديال الاسبوع من مسمان ملوي، اشنو اللي ممكن نوجدو ويكون في سرعه يعني قياسيه ما كياخذش الوقت، شي حاجه اللي تكون سهله وبسيطه واللي غادي نحتاجوها طيله الاسبوع. المهم دابا انا غادي نخلط هادشي كامل ونزيد الكاس الثالث ان شاء الله. الكيكه ما خصهاش تكون ثقيله بزاف باش تجينا خفيفه. باش نجيب الكاس الثالث، اول كاس الثالث صافي. دابا غادي نخلط كلشي مزيان والكيكه ديالنا راه تقريبا واجده. هانتوما غادي نعطيكم واحد الحل، هو انكم فاش تشدوا الخليط بحال هكا يعني كتقدروا تكتبوا فوق تيبان لكم اشنو كتبتوا. صافي راه كيكون الخليط واجد. دابا انا عطيتكم كميه بالضبط، وبالنسبه للبيض راه حجم صغير ماشي كبير بزاف وماشي صغير بزاف. المهم باش ما حيت الا درتوه كبير غادي خصكم تزيدوا كميه الدقيق واحد شويه ربع كاس او لا على شويه. غادي نخليه على جنب على ما نوجد المول. انا خديت هذا المول هذا الدائري تقريبا فيه بلاتي نعبروا ليكم بالضبط، فيه 28 سنتيم، 27 سنتيم اللي فيه. ودابا غادي ندهنوا بالزبده ونرشوا بالدقيق.
غادي نعاود نتاكد ان الخليط ديالي حرك مزيان، ما فيهش شي كتل ديال الطعام. هانتوما، ودائما ناخذ ايدينا كنهزوها الفوق ونخرجوا الخليط باش يدخلوا كميه الهواء تدخلوا كثيره. دابا غادي ناخذ لاطه اخرى هي اللي غادي نحط فيها المول ديال الكيكه، وغادي ندخلها للفران كامله. الفران تندخل فيه اللاطه عاد كنشعل العافيه، العافيه تكون مهيله كتخليوها حتى تطيب على خاطرها، حتى تبداو تشموا ريحه الكيكه كتحلوها كتطلعوا ليها واش طابت ولا لا. صافي، يعني في الاول الا بانت لكم ما تحمراتش من الوجه ديالها راه كتهبطوها باش يتحمر لها الوجه ديالها، ونطلعوا ان شاء الله باش نوريكم الشكل النهائي. صافي الكيكه ديالي من بعد ما طابت كيف كتشوفوا هانتوما راه كتجي هشيشه. دابا هي مازال سخونه ولكن خليتها حتى دفات، غادي نقلبها في الطبسيل ونخليها واحد شويه على ما تهبط. صافي الكيكه ديالنا من بعد ما هبطات هانتوما هانتوما كيف كتشوفوا كتجي عالية بزاف وهشيشة. غادي نخليها حتى كتبرد عاد باش غادي نقطعها. ممكن تقدموها بحال هكا اولا تزينوها بالكونفيتير وترشوا عليها شويه ديال الكوك، اولا اللي بغيتو تزيين اللي بغيتو شويه ديال الزنجبيل، داك كاوكاو محمر، شويه ديال اللوز محمر اللي متوفر عندكم. غادي ندهنها بشويه ديال الكونفيتير الخاص بالحلويات اللي تيكون سائل ديال المشمش. غادي ندهن حتى الجناب. انا غادي نرشها بشويه ديال الكوك. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا كيف كتشوفوا، كتجي منفوخه وكتجي هشيشه. انا زينتها بهذا الشكل، ممكن تخليوها هكاك طبيعيه. بالنسبه للاخوات اللي ما كيعجبهمش المذاق ديال الكوك، كنتمنى هذه الوصفه تنال اعجابكم وتجربوها. ما تنساوش تشاركوا في القناه وكذلك تضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد. خليكم ونطلعوا ان شاء الله فيديو جديد مع وصفه جديده باذن الله.